انتوا السبب، انت السبب يا نعايم، انت وولدك انتوا اللي تهمتوا قرناس، ولجل تهمتوا طش على راسه. علامك الليله يا محيس، دوبك تفطنت ان قرناس غايب. لا يا نعايم، لكن انت سمعت جروحي اللي فانا انه هو الاخبر سليم. صحيح اللي تقوله يوبا، احنا سمعنا واعترفنا انه قرناس بري، لكن وش خلاك تنظر السالفه هذه بعد ما سمعناها من خالي جروح؟ وش يدرينا انه قرناس صار له شيء وحنا بعدنا ننتظر عودته؟ ها، لا تخاف على قرناس يا محيس، قرناس نشمي وفارس بعد ما ينخاف عليه. ايه ادري انه قرناس فارس ونشمي، لكن الفارس ينخاف عليه اكثر من غيره. الفارس الرجاجيل غاروا منه من فروسيته وجسارته، لجل هذا يتحايلوا عليه، لجل يغدروا بيه. هذا اللي مخوفنا على قرناس، هذا اللي مخوفنا على قرناس. يبا طال عمرك، حنا ما قصرنا وحنا ندور على قرناس، ما خلينا عليه ولا مكان غير بحثنا عنه بيه. قرناس ناس هذه العام. مساك الله بالخير يا عم. مساء النور. شلونك الحين؟ الحمد لله يا قرناس. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. هذا انا تحت رحمت الله. اللي تحت رحمت الله ما عليه خوف. بارك الله بيك قرناس. يعونك يا عم. ما ودي اوصيك، خذ احذرك من عساف، لاجل انه ناوي لك نيه ما هي زينه. ما عليك يا عم، ما عليك، اطلق الحر ولا توصيه. يا عساف، انت ماديت بالغلط وانا تحملتك كثير. اي يا ام لالي، تماديت بالغلط، لساني اقصه مشان ما احكي عليك وعلى ابوك، اصير ابلم مثل خرسه اشبر بدي. يعني ابوي لا تجيب له سيره على لسانه كبد. ام لالي، ابوك عوض ذكر الله عليه، ليه صاير ابو زيد الهلالي ما تنجاب سيرته؟ ما شاء الله عليك وعلى ابوك. اسمعي مره ثانيه، ان ذكرتي هالجواب على لسانك ترى تدوري بيت اهلك. ان دورت هلي ظنيت ان انام ليلي الطويل وارتاح من شنات اعمالك. تقولي شنات اعمالي؟ اقولي بوجهك، تريد نمدحك؟ من تزوجتك ما شفت منك شي يرفع الراس، كل سوالفك توطي الراس بين العرب. خضره وجلالك عليك، انت طالق، طالق بالثلاثه. الحمد لله اللي جت منك وهذا اللي تمنيته. خذ معينك، حتى معينة يفتحن لجلك. لا يا بنت عوض، هي ذكر الله عليك وعلى ابوك. عوض، عوض ينطيك دروس، لسانه جبرين، لسانه يلقى ذانه. اي ويش ادش تاخذي من عوض؟ اللي يقعد مع عوض يا يتعلم الشهيق يا يتعلم النهيق. لكن انا عساف، عساف اللي ما يغير انه هالليالي. عندك بنت شتاوي، بنت عبد الحافظ، يذكر الله عليهم، باكر باكر اطلب وتزوج، خليك عند ابوك. من هاللي وده ياخذ وحده مطلقه؟ و
وكاد بيها عذاريب، لكن انا عساف ما بيعذروب بيا هلا الرجل. شد حيلك يا اخويا مطلب، شد حيلك. الشده بالله يا ابو شايله. المجد تقول انك متاكل الزاد يا اخوي. مالي نفس يا بعوض، مالي نفس. الجرح ياجعك يا اخوي. لا بالله الجرح ما يهجعني، لكن اشوف حالي شبه الدايخ وجسمي منحل يا عوض. اي هذول شويه برد وكاد لاحقك برد. لله ما هي قالت برد يا عوض، العالم الله وش هي حالتي. يوبا يوبا ايش عيلها؟ عساف يوبا حلامه طلقني يا ابوي. لو شفتها لو شفتها يا صقر اعذرتني من اللوم، لو شفتها يا صقر اعذرتني من اللوم، لو شفتها يا صقر قلت العوافي. عديارها يا صقر عديارها يا صقر ما تبطل تحوم، عديارها يا صقر ما تبطل الحوم، ولشوفها يا صقر ولشوفها يا صقر ترق الخوافي. خطبتها يا صقر خطبتها يا صقر وبديرته قوم، يترصدوني بصحهم والغوافي. خطبتها يا صقر وبديرته قوم، يترصدوني بصحهم والغوافي. لو شفتها يا صقر لو شفتها يا صقر أعذرتني من اللوم، لو شفتها يا صقر لو شفتها يا صقر أعذرتني من اللوم، لو شفتها يا صقر قلت العوافي. عديارها يا صقر ما تبطل الحوم، ولشوفها يا صقر ترق الخوافي. خطبتها يا صقر وبديرته قوم، يترصدوني بصحهم والغوافي. يا الله يا رب. هاك يا ابو دحل اشرب من الجسم، بلكي على الله انك تنام وتعرق، وان شاء الله ما يطلع النهار غير انك متر السلامة. تفضل. الجسم هو دواي نعاي، دواي معروف. شوف قرناس هو دواي، ان شاء الله انك غير تشوفه وتشبع من شوفته بعد. من اثمش يقبل الله. لا اله الا الله. اقول يما يا دحل. اي يما. يا ليت يا وليدي لو باشر تزهم وتبحث عن قرناس، بلكي على الله انك تلاقي العلوم الزينه. توكل على الله يما، توكل على الله. لا اله الا الله. ان شاء الله باشر مع فشت الضوء ازهم دوار على قرناس. ان شاء الله. Thank you.
خضرة وجلالك عليك. انت طالق، طالق بالثلاثة. الحمد لله اللي جت منك، وهذا اللي تمنيته. حتى ما عين عرفتهن لأجلك. أنا طلقت بنتك شعيلة لأنها تستاهل الطلاق يا عوض. وأنا ما نشت منك عن طلاقها. إي بنتك تعاندني ودها تمشيني على شور راسها، وأنا منقاد الحرمة. إيه فقالت إنه ما لقيت مين يصدها. أنا اللي صديتها يا عوض. وأظن إنها لقيت طريقها اللي توصلها لكيف طايبها يا شيخ عساف. وإيش تقصد بجوابك يا عوض؟ أقصد إن بيت أبوها ما يمنعها عن قول رايها، تنام به الليل الطويل وما حد يزعجها. أشوف جوابك واقف يا عوض وكان في وراه شيء. ما من جواب إلا هم قابلوه جواب. هذا هو رايك؟ لعب بعقلك مطلب؟ يا ليت كل العرب تملك عقل مثل عقل مطلب. اسمع يا عوض، قول المطلب رجع بيت أبوي اللي انطي إياه الله يرحمه، لأنه مطلب ما يستاهله. تريد ترجع بعط أبوك لمطلب؟ اي رجعه. وايش بيها؟ لو أبوك طيب سمع هذا الجواب منك كان سمعت وش هو رده عليك. اسمع، أنا حكيت لك وانت ما عليك اللي تبلغه. ما اقدر. علامك يا عمي، شد حيلك وقوي عزايمك. اي على كيف يا شعيله اللي اقدر اشد حيلي. صحيح نفسي صاد عن الطعام مثل ما تقولي، ودي ويا بنيتي مثل الطعام. يا عمي يا عمي، خذي العشبه من المجد وجر انضغها. لله يا بنيتي يا شعيلة ما اقدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. علامك يوبا، وش بي؟ بي شي يا عوض. ما جيتك بهاللون الا وراي شي. عساف تذكر انه فرهود الله يرحمه اعطى البيت هذا لمطلب، واليوم يريد يرجع البيت. وكاد عساف صار لعقله شيء. وانا معك بالراي يبا، صار يساوي مثل الجهال والساتر الله من تواليها. يا عوض. خير يا اخوي. ما دام عساف طلب البيت هده وسلموا له. وانت تظل من غير بيتي عم مطلب؟ عين الله يا بنيتي يا شعيله، احسن لي من كل بيت. توكل على الله يا اخوي، بيتي بيتك وانا اخوك. بارك الله بيك يا با، قدها والله ما قصرت. توكلي على الله يا المجد. ايش اسوي الحين؟ المخاطره ما هي زينه ولا هي محموده، لكن انا مشتاق لشوف المجد لجل اتطمن على احوال ابوها. انا اقول اروح اشوفهم واللي يصير يصير. العمر مره والموت مره.
أقول يا بنت الأجواد. يا خير. إن مخاب ظني أنت صبحة بنت سليم. إيه، وش تريد؟ أريد أنشدك عن جروح. وين ألقاه؟ جروح تلقاه مع الحلال هناك، نسلم عليك. أنا اللي صار، أنت الحين زوجتي لي، لكن ما قسم النصيب. توكل على الله يا مطلب، فوت البيت يا أخوي، فوت. بارك الله بيك يا فوت يا عمي، فوت على مهلك. هاني وبهان. يا الله. اقعد اقعد. على مهلك. على مهلك يا أخوي. يرضى عليك يا عوض. اسمع يا أخوي، هذا البيت بيتك وانت راعيه. الله يديم البيت ويديم راعيه يا عوض. زين، يلا يا المجدي نجيب أغراضكم من البيت. يلا يلا يوبا يلا. تدروا من شفت اليوم؟ من؟ دحل ولد الشيخ محاسن. دحل ما غيره؟ ايه. عرفت يا صبحة؟ ايه بالله عرفني ونشدني عن جروح. جروح؟ ايه. وش وده بجروح؟ ما ادري. اقول يا صبحة. خير يا عم. ان شاء الله عرضتي عليه يمر على البيت. لا بالله ما عرضت يا عمي. لا يا صبحة، هذه ما هي زينة، لا بحقنا ولا بحق العرب. الزوم عرضتي عليه، اجوز انه محتاج للطعام. هذا اللي صار عاد، خسارة اللي ما عزمتيه. وكاد انا خجلت منه. عمي عرف السبب يا جازية، خفت اعرض عليه فسرها شي ثاني. ايه يا بنت اخوي، الشغلة هذه انتهت من زمان. يا دحل يا ولد اختي، دورت لك على بنت الحلال اللي تناسبك، لكن صدقني ما لقيت. حظ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم ان قلت البخت. وبعدين انا وعايد دورنا على قرناس وما خلينا اهل الدائرات مدار، ونشدنا عنه ناس كثير، وكل واحد ننشده عنه يقول ما سمعنا بهالاسم بنوب. يا خال، ابوي مريض بالفراش لجل غياب قرناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا خال، ما دام انتوه دورتوا عليه وما لقيتوه، وأنا وعايد ما خلينا مكان ودورنا عليه، وكاد يا ناس صار للرجال شيء، وكاد بعده ما هو حي. لعالم الله يا خال. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبوك بخير يا المجد، توكل توكل يا الله. هدي أعصابك يا المجد. يا المجد يا بنيتي، وش هالبكى هذا؟ أبوك طيب، توكل على الله. اصبري اصبري يا بنيتي. الصبر زين يا المجد، الصبر زين. بعدين وش هو حلها؟ أنا أقول الليلة أروح واللي يصير يصير. أي الليلة. تقول ما لقيت لقرناس علوم؟ لا بالله يبا، ما لقيت له علوم. إن شاء الله يظل دحل يدور لحين ما يعثر له على علوم. إن شاء الله يما. تريح تريح.
انت بخير يا اخوي مطلب، توكل على الله. وين انا وين الخير يا رب؟ الخير قفا. ارجاك يا اخوي، ما اريد اسمع منك هالجواب. يا عم مطلب، انت تطرد وهم الخوف والمرض عنك. فليت مثل ما تقولي يا شعيرنا. دنياك يا خايف تخيف المخيفين، واحذر ترى اللي عايش عليها مذلة. سمعتوا ايش اللي صار؟ اطلاق نار يا الربع. ابو الشيخ. اي سمعت اللي صار؟ سمعت يا عمي. اي وكاد هذا اطلاق نار، انصر ويش فيه بالعرب. اعملوا سلاحكم والحقوني. يلا ابوي يلا. الطلاق اللي صار وراه شيء. الخوف ان قرناس لفه وحد شافه من العرب واطلق الرصاص عليه. الطلق اللي صار من يوم بيت المجد اللي كانت بيه. عم مطلب شلونك؟ سلمك الله قرناس. يعونك ودعتك المجد قرناس. مجد ودعت الله يا عمي. دير بالك يا قرناس، ترى عيون الرديين ذبح يخسوا بسام الموت تعميهم. أبو سعدون. نعم يا عمي. وإيش اللي صار؟ قرناس بالديرة يا عمي. قرناس هان؟ هان يا عمي. أنت اللي طخيت نار؟ أنا اللي طخيت يا عمي. وين راح؟ ما أدري يا عمي. ما تدري ها؟ ما أدري يا عمي. سلحه اللي تسلحك، ركضوا حطوا لي البيوت. وانت يا عواد. حاضر يا عمي. شوف لي البس واخويا خلهم يلاقوني. حاضر يا عمي. اركض ولدي. يا قرناس اسوق عليك الله تكف حالك عن الشر. عساف الحين يلفي برجال العرب وانا خايف من تواليها. يخسى عساف ومية مثله. ويلا انت حي ساعة اللي بد منها يا عوض. انا حالة عمي مطلب مهم عجبتني ولهالسبب لزوم اظل هنا. يا المجد، انا ما تربيت على الخوف ابد. العمر مره والموت مره. يا قرناس، انا جرتك بالله ومحمد رسول الله تكف الشر والبلاء عنك وعنا وتطفي نار هايجه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عوض، انا جرتني بالله ومحمد رسول الله ولهالسبب اكف بلاي. ترجاكم ديروا بالكم عمي مطلب. لا توصي حريص اخوي، توكل على الله. خاطرك يا عمي. بمان الله. دير بالك على حالك. الحذر واجب يا قرناس. يلا يا اخوي.
اسمعوا يا رجال، تهاوط البيت من كل جانب، ديروا بالكم وحش غاير طير طاير تقضبوه وتجيبوا لي اياه، وان شفت ارنب يتسلبد تقضبوه وتربطوه وتجيبوه لي. والدش في غليلي منك يا قرناس، ترى النار مشعله بصدري. اسمع يا بس، اجيب جوار لا تاكله، اجيب لي اياه مربط بديه ورجليه، وانا لي انا اللي ادبره. سمعتوا؟ بعدكم واقفين؟ امشوا قبال وجهي، امشوا. انا عساف اللي ما يغير انه سود الليالي، بسيطه يا قرناس، انا وراك وراك يا قرناس. بالك الراعي وين ملطي؟ مرمي بين هالسود تكون، وين وتكون يعني؟ بابا شوي شوي لا يصحى علينا. ما عليك انت زين مالك، ولا توسعي لك. يا فريج، انت ما عليك مني، دير بالك على حالك وبس. هذا شايع ورفيق. لا 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 لا، يا عساف عليك يا شايع، تبوق نسيبك. لا 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 لا، اسمعوا يا رجال، تهاوط البيت من كل جانب. وين قرناس يا عوض؟ قرناس ما هو بالبيت. عوض، قرناس رزوم اشوفه الحين، وينه؟ اقول لك قرناس ما هو هان، ازهم دور عليه. يا هم لالي، المجد تسحب باروده على شيخ عربها ولد عمها. والله لولا يقولوا عتاب عامل لا تهب راسك. اسمع يا بنت، حبيب القلب الهامل هذا قرناس يقول الشعر يا جاني، ويبهدلني قدام الناس واشوفك ساحبه باروده على الشيخ عساف. اي ادور عليه واقضبه ان شاء الله، وربطوه برجول الفرس واجيبه مكتف قدامك، خليش تموت كبد عليه. يا بنت مطلب وانت يا عوض يا بالحياهي، يا هم لالي صاير تدافع عن قرناس بعد، وجهك مثل وجه الواوي اللي شارب لبن. ضبي ماروتك لا خليها تطلع من راسك الحين. ضبي الكسيتش ان شاء الله دارينها على روسكو. ما يهوى غير قرناس يشنع بيه، رامي حاله عليه رمي. لو قرناس يذبحهم عليه لهم.
وش رايكم يا صقر باللي جرالي؟ وش رايكم يا صقر باللي جرالي؟ عساف حرم مرتي بدياره، ما لي عذر يا صقر إن ما شفت غالي. أبو عيون تقول ألمها بسحارة. أنا قرناس، أنا قرناس، والوبش ما يخبث بالي، ولا بد من يوم ينزعج بخباره. بي بالله يا عساف، لابد ما يجيك يوم تعرف من هو قرناس يا عساف. غريب، جروح ما له زول، كل ما ودنا نحل بالحلال نلقاه واقف وكاد رايها عليه نومه. قوموا يا عايد، خلي يبر الحلبات. يا جروح، يا جروح، هذا جروح ما هم منامه. وين ودوا يروح لعاد؟ العالم الله. كل دوارتك يا عساف راحت على الفاضي. قرناس انهزم، دبله بحد الطيران، أو فاتله بحد المغاير. عساف أنت الحين صرت بخطر، لزوم أدور على قرناس وألقي القبض عليه وربطه من يديه ورجليه، حتى أمن جانبه وأنام ليلة طويل وأنا مرتاح، لا قرناس يهددني ولا قرناس معذبني بالليل والنهار. هي يا عساف، هي انت الشيخ، هي اللي ما يخاف ما يخوف. فرعون انك صادق، يذكر الله عليك يا عساف فطين، تفهم فطين لكل شيء. انت من زمان هان؟ من زمان يا عمي. ما هو عيب عليك تصنت على الناس. بلعون لو اسمع منك كلمه هيك ولا هيك ترانا سل لسانك وقصه مقص الحلال وارميه للكلاب. سرك كبير طال عمرك. هذانك هذول بلعون غير افرمهن واحط بيهن حجر. اسمع، انا ما اخاف من قرناس ولا يهمني قرناس ولا غيره. أنا الشيخ عساف، أدور عليه باكر وربطه. وأنت وين كنت عن الحلال؟ أنا كنت بين الحلال يا عمي، وشفت اللي سرقوه، وخفت أشعرهم بحالي، لأني خفت على حياتي، لأنه اللي بوق ما تعرف نفسه يقدم على القتل يا عمي. وليه غبت عن الحلال وما عودت غير هالحين؟ لأني ظليت وراهم لما عرفت وين هم. وين؟ يم بيت نسيبك شايح. لا تبكين يا بنات، مطلب ان شاء الله انه بخير، بيروح يبا. يبا يبا عمي مطلب غايب عن الوجود، لا يحج ولا يفتح العين. توكلين على الله، توكل على الله يبا. رحمة الله عليك يا مطلب. Ha ha ha!
أنا أقول شوف عمي مطلب واتفق معه على موعد الزواج. هي هي قرناس، اشتقت لك المجد. شكر الله سعيكم، 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 راسك الباقي علينا عليكم. يا عوض يا خير سوي غدا للرجال. غدا مطلب يكون علي طال عمرك؟ اي انت القريب الداني لمطلب. ليه انت منت قرابته ولد عمه ولا انا قرابته عمنا الشيخ لزوم ياكلوا ببيتي؟ ليه ما ياكلوا ببيتك؟ زين زين طال عمرك. يا الربع غداكم عندي، غدا مطلب الله يرحمه عندي بالبيت، تفضلوا. يخلف عليك يا عوض. عواد. نعم يا عمي. روح ساعد عوض بالغداء، سووا غدا زين، اذبح ذبايح وكرم رجالها. حاضر يا عمي. عايد يا هلا يا هلا بنسيب يا هلا. خير وش في؟ وين رفيقك؟ مع الحلال لوشتك. ظنيتك تعرف السبب. قول لي يا نسيبي، لو جيتني وطلبت من عندي حلال وش اجسك؟ اعطيك ولا ما اعطيك؟ لا بالله تعطيني. لا عاد ليه؟ ليه يا نسيبي تسهم بالليل وتسرق حلالي؟ ها؟ ايش النسيبي ساوي بنسيبه؟ يا حيف يا حيف والله عرجال يا حيف. مين قال لك يا عايد؟ شوف العين يا شايح، انا ضليت وراكم لما وصلتم الحلال لهان، وشفتكم لما خلطتوا الحلال المسروق مع حلالكم. انت غلطان يا جروح، انا مرضاها على نفسي اسرق حلال نسيبي. بعدين انا ما انا سراق. اسمع يا ولد، كلامك هذا تنذبح عليه؟ اسمع من غير زود هرج. يلا يما الحلال، ودي اعرف الصحيح من الكذب. لكن يا نسيبي يا عايد، الحلال بعيد. بعيد ولا قريب؟ ودي اعرف الحقيقه. يلا يلا يا جروح. على امرك يا عمي. خيف والله يا عسل، هذه وين صارت؟ ما يخالف يبا، حنه بعد قرايبه ومطلب الله يرحمه ولد عمنا. صحيح يبا احنا قرايب، لكن عساف اقرب منا. عساف عاد، عساف اللي ما عرف بيوم بحياته يوم طيب. ودي شياي قلط الاقرا، ما ترجي منه الخير ابد. ما صدق بيه غير قرناس بقصيدته.